مش هتهرب من الجوع عليك من اللي معاك هي سنة واحدة ورا واحد. عبد الله اتقبض عليه يوم 14 أغسطس يوم مذبحة فجر ربع. فضل طول اليوم يغطي من قلب الميدان برغم ان المصور بتاعه اتصاب والكاميرا بتاعته عبد الله حصل مصري يوم 2 يوليو غطى يوم 2 ويوم 3 من ميدان التحرير وبعد كده يوم 4 لما انتهى ميدان التحرير. عبد الله طول الفتره دي كل شغله كان لايف مفيش كلمه قالها عبد الله بعد مونتاج او دوبلج. عبد الله كل كلمه قالها كانت من قلب الحدث سواء في التحرير او في ربع العالم يعني كل كلمه قالها عبد الله مصدقه في الصوره. طب حضرتك متوقعه حضرتك متوقع ايه في اللي هيحصل بعد كده؟ بعد ما عبد الله ما عندوش محل. عبد الله دلوقتي 292 يوم اعتقال منهم 132 يوم اغراق كامل عن الطعام. بسبب ايه؟ بسبب ان هو قال لهم يتحولوني لمحاكمه ويتقدموا دليل على ان انا مجرم يتفرجوا عني. كل الوقت ده عبد الله اللي اتحول لمحاكمه لان ما عندهمش دليل. قال لهم شغلي كله اونلاين يعني مش يعني هو كان بيطلع لايف في نفس الوقت وبعد كده كله موجود فطبعا ما يقدروش يجيبه. خصوصا ان يعني ده بياكد لكم قد ايه ان الصحفي مهم جدا ان هو يدافع عن الحق ايا كان صاحب هذا الحق. ده هو انسان وما دام هو بيدافع عن الحق ما حدش هيقدر مهما حصل ان هو يدافع عن الحق. فدخل في الاضراب عشان كده. حضرتك انت اول يوم في الفعاليه هنا صح؟ نعم. والفعاليه دي قد ايه انت مش الحقيقه انت لفت نظر الشيء مهم جدا. دي اول فعاليه بتعملها لعبد الله الشام البلد. بس عبد الله لو رجعت بكل الفعاليات اللي اتعملت لعبد الله من يوم ما اعتقل على مستوى العالم لا تعد ولا تحصى. حضرتك عبد الله هو صاحب مقوله ان تكون صحفيا ليست جريمه. قال له بالنص اول واحد حقق مع ظلم قال له يحق لمصر ان تفخر بك ولكن مضطر تجد نفسك. اول واحد حقق مع ظلم مين اللي قال كده؟ اول قاضي حقق مع عبد الله وامر بحبسه 15 يوم قال له عبد الله بالنص ما كانش في قضيه في دلوقتي وقاعد معتقل بيجددوا له كل 15 يوم وبعد 15 يوم بقى كل يوم 45 يوم. عبد الله المره الوحيده اللي راح فيها محكمه يوم تجديد الاستئناف على تجديد حبسه يوم 15 مايو دي المره الوحيده اللي عبد الله راح فيها محكمه. سالهم القاضي بالنص هل قتلتم؟ هل سرقتم؟ رفض استئناف. بس هو ده اللي حصل مفيش. ايه المتطلبات اللي انت عايز تقوليها او تديها في الافراج الفوري؟ الافراج الفوري عن ابني. ابني مش مجرم. ابني ما ارتكبش جريمه. بدليل ان هم ما يقدروش يحولوه المحكمه. هو قال لهم حولوه المحكمه. مفيش جريمه. انا حصيله فعلا لازم يعني في تصرف سريع. الطريقه دي احنا بقالنا دلوقتي من يوم السبت مش شفت امبارح اللي قبله لان المجلس القومي هيزن طب النهارده طب بكره طب اصل مش عارف ايه اصل ايه ده ما ينفعش ده يعني دي مش حاجه النهارده فيها زي بكره. دي ناس حياتها مهدده يعني.